أما هذا السؤال وهو حكم الجهاز الذي يوضع لحرق الحشرات، هل هو محرم لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ هذا ليس محرما لأنه ليس بنار في الحقيقة، لأنك لو وضعت منديلا أو ورقة ما احترق. ثم تنزلا على أنه حرق بالنار، فإن مثل هذه الحشرات لا يمكن أن يقضى عليها إلا بهذا الجهاز لأنها ضارة، والضرورات تبيح المحظورات، واستخدام المبيدات قد تكون مكلفة على الإنسان ماديا، وأيضا قد تكون غير مناسبة لصحته، وبالتالي فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.